نعم، الشكوى الشكوى إلى الله هذا مطلوب، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويكون عمر إذا قرأ هذه لا يبكي رضي الله عنه، ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه يوسف وبعده أخاه، فقد أخاه، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا مطلوب، أن الإنسان يشكو إلى الله. وعائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا رضي الله عنها، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه، فنظرت إلى أمها قالت: أجيبيه، ألا تجيبين، ألا تسمعين ما يقول؟ قالت: والله لا أدري ما أقول. التفتت إلى أبيها قال: ألا تجيبه يا أبي يا أبتي؟ قال: والله ما أدري ما أقول. قالت: والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم بكت. هذه شكوى إلى الله. فإنسان يشتكي إلى الله، هذا هو المطلوب، هذه من العبادة. إنسان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى: أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا طيب.